والآن نفتح صفحة الخبر الدولي. مصر في انتظار الرئيس. النتائج النهائية مرتقبة غدا الأحد على أبعد تقدير. في الوقت الراهن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بإفراز الصناديق المطعون فيها. التوقعات ترجح كفة الإخوان المسلمين، والعسكر يتوعد من يخرج عن القانون. سعيدة بن عائشة. رجح مصدر في لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية إعلان النتيجة النهائية اليوم بعد انتهاء اللجنة من إعادة فرز الصناديق المطعون فيها من مرشح جولة الإعادة، مؤكدا أنها لن تؤثر على النتيجة التي ترجح نجاح محمد مرسي. هو سبب تأجيل الانتخابات هو سبب سياسي، يعني هو لو على قد تجميع المحاضر وتجميع اللجان والأصوات الناخبين الموجودين في اللجان الفرعية، ده كان المفروض ينتهي يوم الاثنين بالليل. هم حبوا بيأجلوا عشان خاطر يعني المجلس العسكري عايز يبقى ليه وجود في السلطه. هم عاوزين مثلا يدعموا مرشح معين وعاوزين يخرجوه، لكن بطريقه ما بينيموا الشعب مثلا ويطلعوا مرشح هم عاوزين يطلعوه بحيث ان هم يفضلوا زي ما هم. لكن باذن الله الشيخ حسني مبارك هيشيلهم برضه ان شاء الله. مرسي احنا حاسمين النتيجه من يوم الاحد بالليل، لان القضاء هو اللي عطينا الاوراق بتاعه النتائج اول باول وبتتبلغ. وأعلنت شخصية عامة وأحزاب سياسية توافقها مع مرسي على رؤية مشتركة للمرحلة القادمة، وبدوره حذر مرشح الإخوان من العبث بنتيجة الانتخابات، وأرسل عددا من رسائل الطمأنة للشعب المصري مؤكدا التمسك بسلمية الثورة، في حين يواصل الآلاف من المصريين احتشادهم في ميدان التحرير استجابة للدعوة التي أطلقت للتظاهر في مليونية عودة الشرعية. حول رئاسيات مصر ينضم إلينا من الرباط مباشرة اللحظة مساوي العجلوي، أستاذ باحث بمعهد الدراسات الإفريقية. أهلا بك أستاذ. بداية، في انتظار الرئيس، كيف تقرؤون المشهد اليوم في مصر؟ مرسي يقول أنا الرئيس، وشفيق يرد أنا الرئيس، وميدان التحرير قابل للانفجار. أين تتجه مصر اليوم؟ هو الأمر عودة على بدء، بمعنى أننا عدنا إلى زمن انهيار النظام المصري السابق، وأن كل شيء أصبح الآن بيد المجلس العسكري، ومن أزمة إلى أزمة. فبالتالي ربما ما يجري حاليا هو عجز المجتمع المصري نخبا سياسية وأيضا مؤسسات التي بقيت من النظام السابق لتجاوز هذه المرحلة الانتقالية. ربما هناك مقاربة غير موفقة فيما يخص بناء المؤسسات خلال هذه المرحلة. لم يكن هناك دستور أو ورقة دستورية، كان فقط إعلان دستوري وقع عليه نزاع ونزاع، ثم انتخبت مؤسسات تبين فيما بعد أن هناك خروقات قانونية وتنظيمية، ثم هناك انتخاب للرئيس أوصل إلى أسوأ ربما سيناريو كان منتظرا، وهو إخواني مع أحد الجنرالات من نظام مبارك السابق. فبالتالي هي أزمة من أزمة إلى أزمة، وهذا هو ما يشكل الآن الصورة التي عليها مصر، بحيث أنه لا أحد يستطيع أن يتصور ما يمكن أن تؤول إليه الأمور، لأن هناك أشياء وراء الستار وربما هناك أشياء أخرى غير معلنة. نعم. أستاذ العجلاوي، هذا فيما يخص التشخيص، تشخيص الوضع حاليا في مصر. ما السيناريوهات المطروحة إذا ما فاز مرسي أو إذا ما فاز شفيق؟ لا شيء، إذا فاز مرسي ربما أعتقد قد يحل المشكلة جزئيا، استجابة لجماعة الإخوان المسلمين وحزبها حزب الحرية والعدالة وأيضا السلفيين وأيضا حتى القوى الليبرالية والتورية التي انضمت الآن إلى محمد مرسي، ولكن هذا لا يعني على أن الرئيس السابق ستكون له سلطات. فالإعلان الدستوري التكميلي الذي أعلن عنه منذ أيام أعطى للمجلس العسكري سلطات قضائية وتنظيمية وأيضا سياسية. فبالتالي الرئيس المقبل هو فقط لامتصاص غضب المرحلة، وهذا هو إشكال الحالة المصرية. عوض الوصول إلى ائتلاف واتفاق وتوافق حول مقتضيات المرحلة انطلاقا من كل القوى الفاعلة التي أسقطت الواجهة السياسية لنظام مبارك السابق، عوض هذا التجأوا إلى حالات امتصاص غضب الشارع، وهذا ما يفسر هذه الإشكالات. الآن ربما هناك نوع من المفاوضات وراء الكواليس، بالخصوص بين المجلس العسكري وجماعة
جماعه الاخوه المسلمين والتيار السلفي من خلال حزب النور، ربما قد تفضي هذه المفاوضات الى الوصول الى حل، ربما ايضا الى اللجنه التاسيسيه التي سوف تكتب الدستور، وايضا الى بعض ملامح المرحله، ولكنني متيقن على ان كل السلطات ستبقى بيد المجلس العسكري. مساوي العجلاوي أستاذ باحث بمعهد الدراسات الإفريقية، شكرا لكم، كنتم معنا مباشرة من العاصمة الرباط.